قول لنا اهم نقاط القوه مجمعه. طبعا نقاط القوه مجمعه كده، الاول لو استعرضناها هنلاقي الاكثر تهديف، الاكثر صناعه للاهداف، الاكثر محاولات. خليني اقول لحضرتك برضو ان البايرن اقوى خط هجوم في الدوري الالماني، مسجل 57 هدف منهم 41 هدف من لعب مفتوح. الارقام قدامنا على الشاشه اهي، هداف الفريق ليفاندوفسكي 24 هدف، الاكثر طبعا مولر جايب 10 اهداف، جنابري جايب 5 اهداف، دول الاكثر تهديفا في الفرقه، ليفاندوفسكي مولر جنابري. طب مين الاكثر اسيست؟ كيميتش عامل 10 اسيست، كومان عامل 9 اسيست، مولر عامل 8 اسيست، برضو كومان عامل ارقام كويسه. نيجي للاكثر محاولات على المرمى، ليفاندوفسكي اكتر لاعب في الدوري الالماني عامل محاولات على المرمى. أيوه. 72 محاوله على المرمى، يليه جنابري 39 محاوله، يليه كومان 25 محاوله على المرمى. نكمل هنلاقي بعد كده الاكتر لاعب التمريرات، طبعا زي ما قلنا الابا عامل 1293 تمريره، يليه بواتينج يليه مولر. قلنا ان اللي هم بيحضروا الهجمه من الخلف، عشان كده التمريرات عند المدافعين اكتر من المهاجمين. بعد كده المراوغات، كومان اكتر لاعب عامل مراوغات 72 مراوغه، وسانيه عامل 69 مراوغه. دي نكمل برضو، دي يمكن السلايد بتاع نقاط القوه. في حاجه برضو تانية، ان البايرن ارقامه الدفاعيه مش حلوه، زي ما قلنا ان هو بقاله 11 مباراه متتاليه بدون شباك نظيفه. البايرن رقميا مش من اقوى اربع فرق في الدوري الالماني دفاعيا. تمام، بكره بقى ان شاء الله مين اللي هنتكلم عنه؟ بالميرس. نتكلم طبعا على بطل ليبرتادوريس، عمل القاضيه برضه، عمل القاضيه برضه 97 طبعا، كوره طبعا شبيهه بالسيناريو اللي عمله النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. وطبعا كلنا شايفين المقارنات اللي بتتعمل من بالليل ما بين الاهلي وبالميرس، وان شاء الله ليه لا ربما تحدث المفاجاه.